الركله الركنيه جديده في الدقيقه الاخيره شوط المباراه الاول، تلعب فيها دفع داخل منطقه خطيره، جول جول. اخطاء التغطيه مستمره، رائد الغامدي يحرز الهدف الثاني للمنتخب السعودي. رائد الغامدي باكورد في منطقه الجزاء لكره التعادة امامه، يلعبها مباشره في الشباك، يحرز الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقه الاخيره. كثره الاخطاء المستمره، بعد دقيقتين كوقت محتسب بدل ضائع لاشاره حكم المباراه زكي الهنائي او زكريا الهنائي. شوف اعاده الكره وعلى راحته عادت اليه الكره مباشره، وافضل وضعيه للتسديد في مرمى الحارس يوسف حسن. هدف ثاني للمنتخب السعودي، هذه النتيجة تعادل المنتخبين.